أستاذنا الكبير. أستاذنا الكبير. صباح العسل. كل سنة وأنت طيب. طيب. ما في إيدي سلبتين. أهن طيوب وعطور للقبر بحزن غير محدود متوهمات أن المسيح مقبور ولم يدرينا للسر الموعود بلحن الملائكة تبرق بلبوس فائقة لمعان بأنوار زاهية تشرك فصار عقلهن لذا حيران والقبر الذي كان مغلق مختوم من الرؤساء مصون وترتب الحراس محقق وهم للضريح حافظون والحجر الذي كان محكما موضوع قد فضى وشدته العيون والملائكة تنادي بصوت مسموع قد قام الآن الرب المكنون دهش النسوة بعجب ودموع وتحيرت بنات سهيون Eboro el pesi Hey.
Oh.
وعون مطايو وطايو نموه انت بانا قيت الياس بيوت ببشيري نمب بنظمي صواب وهيري نم قد تجد تهوي مضس صواب كاسوليك لابس توليك نكك لسيا انت بنوتي امين. اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه قربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي. Ευεξάστε υπέρ των Άγιων Τίμιων δωρών τότων και σησιών ημών και προσφέρων των Κύριε ελέησον. Ταμίνε βες μαραότεν και νότε βιότ μπιπαν το κράτορ. Αμήν. Βες μαραότεν και μπιπαν ουκανείς εν σύρι ισότ με Χριστότ μπεν σόι. Αμήν. Βες μαραότεν και μπιπαν ουκανείς εν σύρι ισότ εν παρακλήτων. Αμήν. Εις πέτυρ Άγιος, εις Υιος Άγιος, εν πνεύμα Άγιον. Αμήν. Φλογητός Κύριος, ο Θεός Χριστός, αιώνες. Αμήν. Νης νοστήρου εδμό ευσόης, μαρο εδμό ρεφεντζήν λέος τήρου, τζέπευ νάιτα γροέρι εγών, ο τιμήθ μίεν τε ευσόης, σοψάινε αμήν. Αλληλούια. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της. Μάλιστα, αφιόπτε βαθασέροφ, αφτεύεται τσάουνο σαγεν σοφό βαβάγ, νεμνοτήρεται πεν όλχ,
كادن شوشي بنو تي روسف اكساستي في بشوي سبناتي ببن تكرا آتور في أوتم بشوي سوو بنوت و بن صوتي ريسوس بخ ريستوس. نشكرك على كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة. حمد الله واعترف علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وجعلنا مستحقين أن ننال من نعمة خدام مقدسة مباركة لمغفرة خطايانا يا رب. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافة تفزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه صنع العقارب وكل قوة العدو. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم اباء الكهنه اخوات الشمس كليس كل الشعب وضعف يكونوا محاللين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه من افوال الاثنى عشر رسولا من فم الناظر الانجيل مقدس رسول الطاهره الشهيد بطرق قديس سيرس معندس كوروس قديس اثناسيوس الرسول قديس بطرس خاتم شدار اسكان سبحان فم الذئب قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس بروروس مفوا الثلاثه 118 مكمله مكه و150 بمدينه القسطنطينيه والمأثاني بفس فم أبينا المقارن رئيس الكهنة البابا الأنبش نستاز فم حقارتي لأنه مبارك من القدوس أيها الأب الإبن روح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر دهور أيها Yeah.
Todos los demás se dicen de Dios.
Sois Iisus pe Hristos, pe Apostolos etsa, ahem vietav sashvepi, shenu fiente ivno. Christos e tana pie Christos ken bevji in e eta pigo kota nafshanti entimet o emevnoti e الرسول إلى أهل كورنثوس بركته على جميع ناميد. فالمسيح هو البدء، ثم الذين للمسيح عند مجيئه
وبعد ذلك المنتهى متى سلم الملك لله الآب، ومتى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه لا بد أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والعدو الأخير الذي هو الموت سيبطل لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. وإذ قال أن كل شيء قد أخضع له، فواضح أنه غير الذين أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له كل شيء، ليكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع أولئك الذين يصطبغون من أجل الأموات؟ فإن كان الموت لا يقومون البتة فلماذا يصطبغون من أجلهم؟ ولماذا نقاسي نحن الاضطهاد في كل ساعة؟ يا إخوتي، أقسم بالفخر الذي لي بكم في المسيح يسوع ربنا أني أموت كل يوم. وإن كنت قد حاربت الوحوش بأفسس بحسب البشرية فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. كونوا متأخذون للبر ولا تخطئوا، لأن قوما فيكم لا معرفة لهم بالله. أقول هذا لأخالجكم، ولكن يقول قائل: كيف تقوم الأموات وأي جسد يأتون؟ يا جاهل، الذي تزرعه أنت لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه ليس هو ذلك الجسم المزمع أن يكون الذي تزرعه، بل مجرد حبة من الحنطة أو غيرها من باقي البذور، إلا أن الله يعطيها جسما كيف يشاء، ولكل واحد من البذور جسمه المختص به. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد وللبهائم جسد آخر، وجسد الطيور آخر، وجسد السمك نوع آخر، ومن الأجساد سماوية ومنها ما هو أرضي، ولكن مجد السماوات نوع، ومجد الأرضيات نوع آخر، ومجد الشمس نوع، ومجد القمر نوع آخر، ومجد النجوم نوع آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في مجده. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرعون بفساد ويقومون بغير فساد، يزرعون بهوان ويقومون بمجد، يزرعون بضعف ويقومون بقوة، يزرعون جسما نفسانيا ويقوم جسما روحانيا. بما أنه يوجد جسم نفساني فإنه يوجد جسم روحاني أيضا، كما كتب: جعل آدم الإنسان الأول ذا نفس حية، وآدم الآخر روحا محيا. ولكن لم يكن الروحاني أولا بل نفساني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض أرضي، والإنسان الثاني رب من السماء، وعلى مثال الأرض يكون الأرضيون، وعلى مثال السماوي يكون أيضا السماويون. وكما لبسنا صورة ذلك الذي من التراب، كذلك سنلبس أيضا صورة السماوي. نعمة الله الآب فهل على جميعنا. آمين. كسوليكون إيفول خنتي بستولي
انت بنيوت بطرس اوين امين راتي ريتن صفتي موتين انسيوني فين افي ابولوجيا نوني فين اسن ريتن اموتين ان اوساجي اسفيتي البيس اتخنسينو الاخن اومترم رفش نموتي ان اوسينا زيسنا اسنيو امبن من ريبي كوزموس اوزيني اتشوبخم بي كوزموس بي كوزموس ناسيني نمتف ابيسي ميا فيزي تيري مفوش امبنوتي ابنا شوبي شايني كاس ليكون من رسالة بطرس الأولى بركاته علينا أمين. كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، ولكن بوداعة وتقوي، ولكم ضمير صالح حتى يغزي الذين يفترون عليكم كفاعلي شر ويزمون تصرفاتكم الصالحة في المسيح، فإنه خير لكم أن تتألموا بعمل الصالحات إن كانت في ذلك مشيئة الله من أن تتألموا بعمل السيئات، فإن المسيح أيضا كان مات مرة واحدة عنا من أجل الخطية البار لأجل الأسمى لكي يقربنا إلى الله، مات في الجسد ولكن حيا بالروح الذي به انطلق وبشر الأرواح التي في السجن التي عصت قديما حينا لما طالت أنات الله في أيام نوح، إذ بنى الفلك الذي فيه نجا نفر قليل من الماء أي 8 أنفس، وكذلك أنتم أيضا الآن قد تخلصتم على هذا المثال أي بالمعمودية، لا يزال وسخ الجسد بل بضمير صالح والطلب من الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو عن يمين الله، إذ قد صعد إلى السماء وأخضعت له الملائكة والسلاطين والقوات، فإذ قد تألم المسيح عنا بالجسد فتسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، لأن الذي قد تألم بالجسد فقد شفع نفسه من الخطية لكي لا يكون بعد في شهوات البشر بل يقضى باقي حياته في الجسد لإرادة الله، لأنه يكفيكم ذلك الزمان الذي عبر إذ كنتم تعلمون فيه بهوى الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر بأنواع كثيرة والمنادمات واللهو والدنس وعبادة الأوثان، الأمر الذي فيه يستغربون إنكم لستم تركضون معهم إلى فيض الخلاعة مجدفين أولئك الذين سيعطون حسابا للمستعد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه من أجل هذا قد بشر الموتى أيضا بشر الموتى أيضا كي يدانوا حسب الناس بالجسد ويحيوا حسب الله بالروح،
لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأنه لا يزال شهواته معه، وإنما يغنى مشيئة الله أبدا. Oh, if it's a guru,
كنتي أجيا إن إكليسيا إن تفنو تي آمين. لبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل. بركتهم المقدسة فلتكن معكم ومعي يا آبائي وإخوتي آمين. يا رجال إسرائيل اسمعوا لكلامي هذا، إن يسوع النصري الرجل الذي قد ظهر عندكم من قبل الله بالقوات والعجائب والآيات التي صنعها الله بيديه فيما بينكم، كما أنتم تعلمون هذا أخذتموه بحسب مشورة الله المحدودة وعلمه السابق، وأسلمتموه إلى أيدي الأثمة وصلبتموه وقتلتموه. هذا الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الجحيم، إذ لم يكن ممكنا أن يمسكه الموت، لأن داود يقول فيه: إني سبقت أن أرى الرب أمامي في كل حين، فإنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك فرح